الحمد لله، احنا خلصنا المنهج بتاعنا قبل نص شهر 10. يعني حضرتك هتاخد نص شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 وشهر ونص شهر 1 بتحل امتحانات. لو لا قدر الله انت حمار المفروض تجيب الدرجة النهائية. خلاص، بس الكلام ده بشرط ان حضرتك تحل معانا الامتحانات، ما تنفضليش في الامتحانات اللي احنا بنحلها. طيب تعال نمسك مع بعض اول سؤال. بيقول لي 2 أس س بتساوي 8، 2 أس س بتساوي 8. طيب 2 أس كام ب 8؟ في ناس شاطرة عارفة إن 2 أس 3 ب 8. طب لو أنا مش عارف أجرب على الآلة الحاسبة، أروح أكتب 2 أس 2 تطلع ب 4، طب 2 أس 3 ب 8، قال لي يبقى الس بكام يا باشمهندسين؟ ممتازين، ب 3. بس الراجل مش عايز س، هو عايز س أس 2، يبقى هتساوي كام؟ 3 أس 2. 3 أس 2 بكام؟ ب 9. طيب الحد الجبري اللي بالشكل ده من الدرجة، قلنا عشان نعرف درجة الحد الجبري بنجمع الأسس، 2 زائد 3 بيساوي 5. ممتازين، في واحد حمار قال 4 قبل كده. يلا، إذا كانت النقطة كذا تقع على محور الصاد، يا مستر حضرتك محفظها لنا، تقع على محور صاد يبقى السين بكام؟ بصفر. طب لو قال لي تقع على محور س، قال لي ساعتها الصاد هي اللي بصفر. طيب فين الس اللي احنا بنتكلم عليها؟ اهي اللي قبل الفاصله دي، دي الس. قال لي يعني حضرتك عايز تقول ان الكاف ناقص 2 هي كلها بصفر؟ اه، يبقى الكاف بكام؟ ب 2. ممتازين. طب الوسط المتناسب للكميتين أ و ج، قال لي فاكر دي كنا بناخدها، يقول لك ب وسط متناسب بين أ وج، وكنا حافظينها يا مستر، يبقى ال ب أس 2 بيساوي أ ج. قال لي أنا مش عايز ب أس 2، أنا عايز ب بس. ما هو ب ده هو الوسط المتناسب، طب إزاي أجيب ال ب؟ قال لي أس 2 يروح الناحية التانية بالجذر التربيعي، وما تنساش موجب وإيه؟ وسالب. يبقى موجب وسالب جذر أ ج، أهو موجب وسالب جذر أ ج. الفرق بين أكبر القيم وأصغرها، قلنا ده كان اسمه إيه؟ ممتازين، المدى. يبقى إيه هو المدى؟ الفرق بين أكبر القيم وأصغرها. أه، فرق نون، قال لي تبقى نون شرط على طول. خلاص؟ ليه؟ قال لي إحنا كنا واخدين قبل كده نون تقاطع نون شرط بيساوي باي. طب الح، قلنا الح هي نون اتحاد نون شرطة. فلما أقول لك ح فرق نون تقول لي نون شرطة. طب ح فرق نون شرطة تقول لي نون. خلاص؟ وضحت؟ ماشي يا باشمهندس. يلا تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد العدد. يا مستر مش حضرتك قلت لي اول ما يقول لي اوجد العدد هروح اقول له نسبة بتساوي نسبة؟ اه، ونكتب النسب بتاعتنا 5 على 11 بتساوي 4 على 7. وبعدين ارجع اقرا السؤال تاني بالتفصيل واحدة واحدة كده. اوجد العدد، ماله العدد ده؟ أضيف، إيه معنى كلمة أضيف؟ يعني زائد إلى كل من حدي النسب، خلاص؟ طيب، يبقى العدد بتاعنا هيتضاف للخمسة على 11، خلاص؟ تمام، قال لي يعني يا مستر كان المفروض الأول أروح أقول له نفرض العدد هو س، خلاص؟ ماشي يا باشمهندس، طب حد فاكر كنا بنكمل الحل بتاعنا إزاي؟ ممتازين، مقص اللي فوق يتضرب في اللي تحت واللي تحت يتضرب في اللي فوق، يبقى 4 افتح قوس 11 زائد س بتساوي 7 افتح قوس 5 زائد س. وبعدين اجيب الاجابه بالاله الحاسبه. طب ازاي يا مستر هجيبها بالاله الحاسبه؟ هروح افتح الاله الحاسبه بتاعتي اقول له اتاكد ان هي مود 1، بعدين نكتب الكلام ده على الآلة الحاسبة. طب ازاي هنكتبه؟ قال لي 4 بعدها قوس 4 وبعدها قوس 11 زائد س. ازاي هنكتب السين على الآلة؟ قلنا ألفا وعلامة الإكس دي، اقفل القوس بتاعك، بعد كده يساوي. ازاي بنكتب يساوي على الآلة؟ ألفا وزرار اللي اسمه كال كده، بيقول لي 7 افتح قوس 5 زائد س. ازاي هكتب السين؟ الفا وبعد كده علامة الاكس، اقفل القوس. طيب
بعد ما كتبت السؤال ما تبقاش متخلف وتدوس يساوي، تدوس ايه؟ شيفت كالك. ممتازين. بيقول لي اعمل سولف للاكس، اختار اي رقم، انا هختار المره دي رقم 8، 8 يساوي. طلعت الاكس بكام؟ ب 3. قال لي يا مستر يعني حضرتك تقصد ان السين هتساوي كام؟ 3. خلاص؟ حضرتك كده خلصت الحل بتاع السؤال، يعني ينفع اسيب السؤال كده؟ في ناس تاني شاطره، يعني ناس بتحب الرياضه، طب اللي بيحب الرياضه هيكمل الخطوات اللي انا هقولها، اللي ما بيحبش كتر الف خيرك يا باشا على اللي انت عملته. خلاص؟ يلا، هنعمل ايه؟ قال لي الاربعه تتضرب في ال11 وتتضرب في سين، 4 في 11 ب 44. زائد 4 في سين 4 سين. بيساوي 5 في 7 35. الخمسة تضرب في السبعة تضرب في الخمسة وتضرب في السين، طب 7 في سين؟ قال لي ب 7 سين. بعد كده يا مستر قال لي السين الصغيرة تروح للسين الكبيرة وما رجعش بإيدي فاضية، يعني إيه ما رجعش بإيدي فاضية؟ يعني هاخد ال 35 أوديها لل 44 وأنا وراجع. وبعدين قال لي نرجع نكتب تاني، يلا اكتب إزاي؟ قال لي نهاية السهم اكتبها زي ما هي، شايف نهاية السهم دي؟ هكتبها زي ما هي، هي 7 سين. البداية بتاعت السهم بغير الإشارة بتاعتها، هي موجب هكتبها إيه؟ سالب، يبقى سالب 4 س بيساوي مبدأ الكتابة بتاعتي من نهاية السهم، من نهاية السهم عنده كام؟ 44. بداية السهم كام هنا؟ 35، بغير الإشارة بتاعتها تبقى ناقص 35. 7 س ناقص 4 س ب 3 س. 44 ناقص 35 ب 9، يبقى 3 س بتساوي 9، يبقى الس بتساوي 3. خلاص؟ الخطوتين اللي بالازرق دول ممكن ما اعملهمش، ما فيش مشكله. طيب يلا السؤال اللي بعد بيقول لي اكتب بيان عين. ايه عايز بيان عين؟ يبقى السؤال ده بتاع ايه؟ حماده. طب يعني ايه حماده؟ قال لي بص حماده ده الشكل ده، الشكل ده احنا مسمينه حماده اهو، شرطه نطلعها من النص يعني. وبعدين قال لي هكتب هنا ألف وهنا ب. طيب مين الألف؟ قال لي الألف موجودة في السين، يعني الأرقام بتاعت السين اللي هي كام؟ 1 و2 و3، أهو الألف 1 و2 و3. طب مين الب؟ قال لي الب موجودة في الصاد، الأرقام بتاعت الصاد اللي هي كام؟ 2 3 4 5. خلاص؟ قال لي خد بالك بقى من القانون، فين القانون بتاعنا؟ ألف زائد ب بتساوي 5، ألف زائد ب بتساوي 5. خلاص؟ ماشي. 1 و2، ما هو ده الألف وده الب، 1 و2 ب 5، طب 1 و3؟ 1 و4؟ يا مستر، يبقى أول إجابة عندي 1 وكام؟ 4. 2 و2؟ لا، 2 و3؟ 3 و2، شكرا، بقيتوا شطار ما شاء الله عليك. اشمعنى الأرقام دي؟ أصل الأرقام دي هي اللي مجموعها 5. تمام؟ ماشي. بعدين اروح اقول له عين بتساوي، عين بتساوي زوج مرتب، مجموعة من الازواج المرتبة 1 و4 2 و3، 3 و2، ويقفل القوس بتاعه. خلاص؟ بعد كده بيقول لي عايز مخطط سهم، فين المخطط السهمي؟ ايوه عمودين كده قصاد بعض، 1 اسمه س والتاني اسمه ايه؟ ص. تعالى نكتب الارقام بتاعت الس اللي هي 1 و2 و3. طب الارقام بتاعت الصاد اللي بص يا مستر هي دي داله ولا ليست داله؟ داله. ليه؟ قال لي بص كل عنصر قدامه زوج واحد بس، يبقى دي داله. قال لي انا بحب لما تكون داله اكتب قدام كل عنصر الزوج بتاعه، يعني الواحد الزوج بتاعه كام؟ 4، الاثنين 3، الثلاثة 2. وبعد كده اتأكد إن أنا كتبت أرقام الصاد كلها، كتبت الاثنين وكتبت الثلاثة وكتبت الأربعة، ناقص مين؟ الخمسة، أوعى تنسى تكتب الخمسة. خلاص؟ ماشي. بعدين أوصل كل عنصر بالزوج بتاعه، فتلاقي شكل الرسمة بتاعتك طالع شكل نظيف كده، مش الكنافة اللي أنتوا بتعملوها. خلاص؟ ماشي. أنا قلت جملة مهمة أوي هنا. إيه هي؟ بيقول لي هي دالة ولا ليست دالة؟ قال لي دالة طبعا. ليه دالة؟ أقول له لأن كل عنصر في س له صورة واحدة فقط
بصوت، خلاص ماشي. وبعدين قال لي يا مستر حضرتك عودتني على حاجة، ايه هي؟ قلت لك قبل كده لما تكون دالة اللي هنكتبه زيادة، ده زيادة خلاص هو مش طلب، بس انت تعود تكتب لما تكون دالة على طول، اروح اقول له المجال بيساوي والمدى بيساوي. مين المجال؟ قال لي صور سوري، المجال هو عناصر السين اللي هم كام؟ واحد واثنين وثلاثة. طب المدى؟ صور العناصر دي، الواحد ارتبط بكام؟ بالأربعة. الاثنين ارتبطت بكام؟ بالثلاثة. الثلاثة ارتبطت بكام؟ بالاثنين. خلاص؟ طيب يبقى المجال هو عناصر سين، يعني ممكن اكتب كده المجال بيساوي عناصر السين، والمدى هو مجموعة جزئية الصاد، جزء من عناصر الصاد. خلاص؟ ماشي. وضحت؟ يا رب تكون وضحت. السؤال ده مهم، نذاكره كويس. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد الرابع المتناسب للكميات 3 و5 و6. اه يعني دي كميات متناسبة يا مستر. يعني ايه كميات متناسبة؟ قال لي يعني 3 على 5 بتساوي 6 على سين، ما هو سين ده الرابع، ده الاول الثاني الثالث الرابع. طب ازاي نجيب السين؟ طرفين في وسطين. يلا 5 في 6 على 3 تطلع بكام بالآلة الحاسبة؟ بالآلة، بالآلة تطلع كام؟ 10. يبقى الرابع المتناسب بيساوي كام؟ 10. بس كده، بس كده خلص السؤال. طب يلا السؤال اللي بعده بيقول لي سين ضرب صاد بيساوي مجموعة من الأزواج المرتبة 2 و1 و2 و4 و2 و5، عايز من حضرتك عناصر السين. يا مستر هو مش عاوزها، أنا عاوزها يا سيدي. هات لي عناصر السين. عناصر السين هي السين جت في الأول، يعني المسقط الأول اللي هو 2 و2 و2، يبقى عناصر السين 2 و2 و2. تمام يا مستر؟ ده تكتب جنبه كده إيه؟ تخلف عقلي. حضرتك كده متخلف، ما تكملش في التعليم، كتر ألف خيرك، حول أي حاجة تاني بعيد عن التعليم. ليه يا مستر؟ يا حبيب قلبي مش إحنا قلنا في المجموعة ما ينفعش نكرر العناصر؟ أنت مكررها لي كام مرة؟ يعني إيه يا مستر؟ يعني الإجابة المجموعة الزوج المرتب 2، اللي عملناه فوق ده اسمه إيه؟ تخلف عقلي. النبي يا شيخنا تبقى متخلف، أبوس إيدك. يبقى السين بكام؟ ب2، من غير ما نكرر الأرقام. طيب تعرف تجيب الصاد؟ أه يا مستر. مين الصاد؟ قال لي المسقط الثاني أهو. كام المسقط الثاني؟ قال لي 1 و4 و5. ممتاز. طيب أسألك سؤال، تعرف تقول لي عناصر السين؟ نون سين يعني عدد عناصر السين، السين جواها كم عنصر؟ ممتاز 1. طب الصاد جواها كم عنصر؟ ايه يا ولد ده؟ بتذاكر من ورانا؟ 3. خلاص؟ عدد العناصر مش الرقم اللي جوه كام؟ خلاص؟ ماشي. بعد كده يا مستر عايز مني صاد في سين. ازاي نجيب الصاد في السين؟ قول لي يا مستر مش انا مدي لك سين في صاد؟ اه. يبقى الصاد في السين ده هنبدل الازواج المرتبه دي. يعني ايه برضو مش فاهم؟ قال لي يعني مجموعة من الأزواج المرتبة بدل 2 و1 يبقى اسمها 1 و2، بدل 2 و4 يبقى اسمها 4 و2، بدل 2 و5 يبقى اسمها 5 و2. خلاص؟ ده كده اسمه إيه؟ ص ضرب س. خلاص؟ طيب هزود عليك حتة تاني، هو عايز نون ص أس 2. قال لي يا مستر مش أنا عرفت عناصر الصاد ب3؟ أه، تبقى 3 أس 2 بكام؟ والله العظيم ب9. 3 أس 2 ب9. خلاص؟ مش عارف اعملها على الآلة الحاسبة، لكن بلاش تبقى متخلف وتكتب لي 3 أس 2 ب6. خلاص؟ تضيع منك درجات بحركات متخلفة كده، حركات تعصبني، اللي هو لو عايز أنجحك هسقطك. تمام؟ ماشي. طب بالمرة لو عايز منك نون سين أس 2، قال لي هتبقى 1 أس 2. برضه 1 أس 2 بكام؟ بواحد مش ب2. انا عارف بقول لكم معلومات تبهركم خلاص، بس انتوا بتعملوا حاجات مش طبيعيه. ماشي يلا يا مستر، بعد كده محتاجين ايه تاني؟ قال لي محتاج من حضرتك تجيب لي نون سين في صاد.
طيب نون سين في صاد بكام؟ قال لي عدد عناصر السين اللي هم كام؟ 3. في نون صاد 1، 3 في 1 بكام؟ ب3. خلاص؟ ماشي. طيب اسألك سؤال تاني وركز. لو قلت لك عايز نون سين في فاي، ولو قلت لك عاوز سين في فاي، قال لي نون سين في فاي بتساوي صفر، يبقى لما الاقي نون وفاي تبقى الاجابه ايه؟ صفر. لكن سين في فاي دي فاي، يبقى نون سين في فاي تبقى ايه يا باشمهندسين؟ صفر. لكن سين في فاي فاي. وضحت؟ ماشي. طبعا انا جبت حاجات كتيره، هو عايز 3 حاجات بس. بس فين اللي هو عايزه؟ عايز الصاد اهو، عاوز صاد في سين اهو، عاوز نون صاد اس 2 اهو، هو عايز دول بس. طب والباقي ده؟ ده راجع يا حبيب قلبي، نفكرك بحاجات تاني. يلا ممتازين، مش عايز يقلب الصفحه. ماشي. بيقول لي صاد تتغير عكسي مع سين، يعني ايه؟ قال لي يعني صاد تتناسب عكسي مع السين. قلنا تناسب عكسي يبقى الصاد فوق والسين تحت. ماشي يا مستر. بعد كده حضرتك حفظتنا في المثلث ده بتاع الساينس، بتاخدوه في الساينس كتير قوي. آه سوري، بتاخدوه في العلوم كتير قوي. خلاص. بيقول لي ايه المثلث ده؟ بيقول لي ميم اللي هو ثابت التناسب بيساوي صاد في سين. قلنا التناسب العكسي دول اتنين اصحاب اندال بيضربوا في بعض كده، فتلاقي الصاد تضرب في السين والسين تضرب في السين. خلاص. ماشي. بيقول لي وكانت صاد ب4 عند سين بكام؟ ب3. تعرف تجيب الميم؟ طبعا يا مستر، ادي الميم هتساوي الصاد، انت قلت لي بكام؟ ب4. في السين بكام؟ ب3. تطلع بكام؟ ب12. قال لي والميم ده رقم ثابت اهو، ما بيتغيرش. بعد كده عايز اكتب ايه؟ العلاقه. قلنا العلاقه بتبقى ايه؟ ممتازين، صاد بتساوي والسين مكتوبه تحت، ونكتب الرقم بتاع الميم اللي هو كام يا باشمهندسين؟ 12. خلاص؟ ماشي. الجزء الثاني بقى بيقول لي اوجد صاد عند سين بكام؟ ب6. يعني انت عايز الصاد بكام عند السين؟ ب6. هروح للمثلث بتاعي، الميم ماليش دعوه بيها، هشيل السين واكتب مكانها كام؟ 6. عايز الصاد، ازاي بنجيب الصاد؟ ميم على سين اللي هو 12 على 6. ممتازين، تطلع بكام؟ ب2. بس خلص السؤال يا باشمهندسين. وضحت؟ ماشي. يلا السؤال اللي بعده ده من الأسئلة اللي انتوا ما بتحبوهاش مش عارف ليه. اني اثبت مش عارف ايه بيساوي ايه. حاضر، هقسم صفحتي نصين. وبعدين قول لي يا مستر انا خدت بالي ان الجزء اللي فوق ده ينفع العب فيه براحتي كده. ماشي، تعالى نعمل شرط الكسر. خدنا السين ضربناها في 2، قال لي يبقى 2 سين. قال لي اللي تعمله فوق تعمله تحت، يعني الرقم اللي تحت برضه يتضرب في كام؟ في 2. بعد كده زودت عليها الصاد، يبقى هنا زائد صاد، يبقى زائد الرقم بتاع الصاد اللي تحت اللي هو كام؟ 3. كل الكلام ده بيساوي رقم ثابت، حاجة ثابتة كده، مين؟ بص. ماشي. بعدين قال لي تعالى نبسط الشكل ده شوية. يلا، قال لي هيبقى 2 س زائد صاد، 2 في 2 ب4، و3 7. يبقى الكلام ده كله بيساوي ايه؟ مين؟ الله، ده طلع لي اهو الشكل الأولاني ده يا مستر. تمام. يلا لو الجزء الثاني ده طلع برضو كده خلاص يبقى احنا خلصنا السؤال. هنعمل ايه؟ اللي هاخد الصاد اضربها في 2، يبقى 2 في صاد. اللي اعمله فوق اعمله تحت، يبقى 2 في 3 زائد زائد، هنزود عليهم مين؟ العين اللي هي بكام تحت؟ 5. طبعا الكلام ده كله بيساوي ايه؟ مين؟ خلاص. ماشي، تعال نظبط الشكل ده. قال لي يبقى هنا 2 صاد زائد عين على ال11 برضه هيساوي كام يا باشمهندسين؟ ميم. قال لي ايه ده؟ يعني ده ميم وده ميم؟ اه، يبقى الطرفين متساويان. ممتاز. قال لي يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، يبقى 2 س زائد صاد على 7 بتساوي 2 صاد زائد عين على ال11. خلاص؟ وضحت؟ ماشي. يلا السؤال اللي بعده بيقول لي مثل بيانيا. قال لي يا مستر مثل بيانيا، يبقى بروح افتح الآلة الحاسبة بتاعتي. يلا. بعدين قال لي هدوس مود وادور على كلمة تيبل.
خلاص، فكتب اف اوف اكس. مين الاف اوف اكس دي؟ اللي هي داله سي. عايزين نكتب الكلام ده، قال لي يبقى قوس، واكتب السين ازاي؟ الفا اكس ناقص 3، اقفل القوس حط عليه قوس 2، خلاص. بعد كده هدوس يساوي، الاقيه كتب لي كلمه ايه؟ ستارت. الستارت بجيبها من هنا، خلاص. كام الرقم ده؟ 1 اهو، الرقم ده هو الستارت بتاعي، تمام. بكام؟ بواحد. قال لي يبقى هفتح الآلة الحاسبة بتاعتي واروح اقول له كام؟ 1. هلاقي مكان كلمة ستارت كتب 1، وادوس يساوي. طب الاند بتاعتنا كام؟ 5. قال لي هروح اكتب انا كلمة 5، فمكان كلمة اند كتب 5، وادوس يساوي. خلاص الستيب 1 دي هسيبها زي ما هي، يساوي. هيجيب لك الجدول بتاعه، تعالى نعمل الجدول بتاعه. أنا بحب أعمل الجدول بتاعي بالشكل الرأسي ده، هكتب هنا س وهنا إيه؟ ص. طب عناصر الس اللي هتبدأ من الواحد وتخلص عند 5، يبقى 1 2 3 4 5. طيب عناصر الصاد قال لي لا، دي هروح اجيبها من الآلة الحاسبة. يلا يا باشمهندس، هروح اعمل السهم كده، هقف عند الاف اوف اكس واختار الارقام بتاعت الصاد. قال لي 4 1 0 1 4، يبقى 4 1 0 0 0 0 يعني 1 4، خلاص ماشي. بعدين قال لي هنروح نرسم، تعالى نرسم يا باشمهندس. قال لي أولا تكتب على الخطوط الظاهرة، يعني هكتب 1 2 3 4 5 6 7، سالب 1 سالب 2 سالب 3. طيب دي أول ملاحظة. يبقى الملاحظة التانية، قال لي خدت بالك إن الجزء الموقع أنا عامله كتير، بس يعني أنا مش راسم الخط ده في نص الكراسة بتاعتي. طب ليه عامل كده يا مستر؟ قال لي اصل مفيش ارقام سالبه انا محتاجها، ده كل الارقام موجبه، عشان كده انا عايز الجزء الموجب ده يبقى كبير، تمام؟ ماشي، تعالى نرسم. اول نقطه 1 و4، ادي 1 و4. طيب بعد كده 2 و1، يا بتحرك فوق يا تحت، محدش متخلف يتحرك بالجنب. 2 و1 اهو. طيب 3 و0، 4 و1، 5 و4، خلاص. حطينا النقط بتاعتنا، اتأكد ان كل نقطة قصادها واحدة، بعد واحدة بس. ماشي، اروح اوصلهم كده بالقلم واخلي ايدي ماشية ايه، خفيف كده. طيب هو مش عارف ليه الخط ده مش طالع احسن حاجة، عادي يعني، يا سهل محدش يوصلهم بالمسطرة. عارف انا عمال انبه عليك في حاجات انت ما بتعملش ولا حاجه، خلاص ماشي. طيب وبعدين يا مستر؟ قال لي طيب تعالى نعرف نجيب شويه حاجات من على الرسم. شايف النقطه دي يا باشمهندس؟ في حول في الموضوع، شايف النقطه دي؟ النقطة دي ما كانش فيه حاجة تانية قصادها، صح؟ فدي بنسميها ايه؟ نقطة رأس المنحنى. يبقى دي بالنسبة لنا نقطة، عايز اكتبها في حتة، نقطة رأس المنحنى. طيب بكام بقى نقطة رأس المنحنى؟ قال لي السين بتاعتها بكام؟ ب3. طب والصاد؟ ادي الرقم بتاع الصاد بتاعها بكام؟ ب0. يبقى نقطة رأس المنحنى كام؟ 3 و0. اللي طيب من نقطة رأس المنحنى أقدر أجيب حاجة اسمها معادلة محور التماثل. طيب معادلة محور التماثل بتساوي إيه؟ اللي كده أنا ليه كاتب قوس؟ معادلة محور التماثل بتساوي إيه؟ قال لي س بتساوي، لازم اكتب علامة س بتساوي واختار الرقم بتاع الس اللي هو كام؟ 3، خلاص؟ ماشي. طيب وبعدين يا مستر؟
قال لي ومحتاج منك حاجه اسمها قيمه عظمى او صغرى. طب دي عظمى ولا صغرى؟ قال لي احنا بنبص على القيم بتاعه الصاد، مش دي اصغر قيمه في الصاد؟ اه ده اصل بعد كده قيم واحد واربعه وثلاثه، يبقى دي قيمه صغرى. بتساوي كام يا باشمهندس؟ صفر. خلاص ماشي، فهمناها هنا. تعالى نجيبها بقى من ايه، من الجدول بتاعك. قول لي بص يا مستر، هنا اربعة وهنا كام؟ ثلاثة، هنا واحد وهنا واحد. قال لي في نقطة كده مفيش حاجة معاها، صح؟ اه دي اسمها نقطة اكس المنحنى، بتساوي كام؟ قال لي ثلاثة وصفر. طيب جبت نقطة رأس المنحنى؟ اه. قال لي تقدر تجيب لي من نقطة رأس المنحنى معادلة محور التماثل؟ اه. قال لي معادلة محور تماثل، كلمة معادلة يعني في علامة يساوي، معادلة محور التماثل يبقى س بتساوي، س بتساوي كام؟ صفر. طب دي قيمة عظمى ولا صغرى؟ قال لي دي أقل قيمة في الصاد، بص بعديها أرقام الصاد بتزيد، خلاص يبقى صغرى. كل قيمة صغرى بتساوي كام؟ كده س بتساوي كام؟ يحول 3، قيمة الس ب 3، قيمة صغرى بتساوي كام؟ صفر. خلاص ماشي. هقول حتة مش مطلوبة منك، يعني اللي هكتبه دلوقتي ده مش مطلوب منك، كده السؤال بتاعك خلص، بس أنا عايزك تتمرن عليها. طيب تعالى نفك القوس ده، دالة س بتساوي س ناقص 3 أس 2، إزاي نجيب القيمة بتاعة القوس ده؟ قال لي الأول أس 2 تبقى س أس 2، والتاني أس 2 سالب 3 أس 2 بكام؟ 9، 2 في الأول في التاني يبقى سالب، خدنا إشارة القوس، 2 في 3 ب 6 في س تبقى 6 س. خلاص ماشي. قال لي يا مستر حضرتك كنت محفظنا قانون كده لنقطة رأس المنحنى، مش عارف بيكتب حاجات غريبة، نقطة رأس المنحنى، حد فاكر كنا بنجيبها ازاي؟ ايوه يا مستر، سالب ب على 2 ألف ودالة، عايز اكتب ايه؟ ودالة سالب ب على 2 ألف. خلاص ماشي. يعني ايه؟ قال لي بص يا مستر، الرقم اللي جنب س اس 2 ده اسمه الالف، الرقم اللي جنب السين اسمه الب، وتعود على الكلام ده عشان هنحتاجه الترم التاني، الرقم اللي لوحده ده اسمه الجيم، يبقى نقطة رأس المنحنى بتساوي افتح الرقم سالب ب، يعني الرقم اللي جنب السين نغير الإشارة بتاعته، بدل سالب 6 نكتبها كام؟ 6، على 2 في الألف بكام؟ الرقم اللي جنب سين أس 2 بكام؟ 1، يبقى 2 في 1، فصل، شرط الكسر، سوري، مش عارف في إيه، واللي بعد كده دلت الإجابة اللي تطلع من هنا. طب 6 على 2 في 1 بكام؟ ب 3. قال لي يعني أنت عايز دالة 3. إزاي نجيب دالة 3؟ قال لي هنشيل السين ونحط مكانها كام؟ 3، تبقى 3 أس 2 ناقص 6 في 3 زائد 9. نحسب الكلام ده كله على الآلة الحاسبة هيطلع بكام؟ ب 0. قال لي يعني نقطة رأس المنحنى هتبقى 3 وصفر، نفس اللي احنا جبناه تحت. طب ليه جبناه بالطريقه دي؟ عايزك تتعلم. خلاص يبقى احنا تاني جبنا نقطه راس المنحنى بكام طريقه؟ 3 طرق، جبتها لك من على الرسمه، جبتها لك من الجدول، وجبتها لك بالقانون. خلاص لو سمحت حاول اول امتحان ده انت بتتعلم، خلاص هتلاقينا بعد كده يعني بعد الامتحان الثالث او الرابع مش هعمل كده بقى، هجيبها لك من الجدول على طول عشان دي اسهل حاجه. خلاص ماشي. اخر سؤال، اخر سؤال بيقول لك احسب الانحراف المعياري. عشان نحسب الانحراف المعياري احنا قلنا عندنا كام شكل للسؤال ده؟ شكلين، سؤال سهل زي ده وسؤال صعب. طيب وبعدين يا مستر؟ اللي انا عايزك تتعود على السؤال الصعب. يعني ايه؟ يعني احنا هنثبت طريقة الحل سواء سهل صعب هنحله بنفس الطريقة. طب ايه الطريقة دي؟ قال لي بص، أول حاجة بكتب هنا كاف في س، بعد كده كاف، بعد كده س، خلاص؟ بعد كده هنا س شرطة، س ناقص س شرطة أس 2، س ناقص س شرطة أس 2
في كاف خلاص، الشكل ده محفوظ يعني لازم تبقى حافظه. طيب يا مستر، الخطوة اللي بعد كده، مين عناصر السين؟ 6 4 5 3 تمام، نسيت مفتاح. ماشي ماشي. وبعدين مين عناصر الكاف؟ قال لي الكاف عدد التكرارات، فالست تكرار كم مرة؟ مرة 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 مرة. خلاص ماشي يا مستر. وبعدين قال لي عايز كاف في سين، يعني دول هنضربهم في بعض، 1 في 6 في 6، 1 في 4 في 4، 1 في 5 في 5، 1 في 3 في 3، 1 في 7 في 7. خلاص أسألك سؤال، حد لاحظ حاجة؟ اه يا مستر، ده ما استفدتش منه في حاجة، وده ما استفدتش منه حاجة، ده انا كررت نفس الكلام بتاع السين. خلاص اه فعلا احنا ما استفدناش منهم عشان ده السؤال ايه السهل. ماشي تعال نكمل. عايز اجيب سين شرطة، ازاي بنجيب سين شرطة؟ قال لي مجموع سين في كاف على مجموع الكاف. خلاص طيب تعال نجيب مجموع سين في كاف بكام؟ احسب الكلام ده، 4 و6 10 و3 و7 10 يد 20 و5 25، احسبها على الآلة الحاسبة الله يبارك لك. طب مجموع الكاف، مجموع الأرقام دي 1 2 3 4 5 5، اللي يعني سين شرطة هتساوي 25 على 5. خلاص ده بتاع المجموع دي. آخر حاجة تحت دي المجموع. ماشي ماشي. طب يا مستر مش انت بتقول ملهمش لازمة؟ طب كنت هجيب ازاي السين شرطة لو انا مش جايب دول؟ تجيبهم من هنا، هو مجموع دول هم مجموع السين، واقسمها على عددهم، دول كام عنصر؟ 1 2 3 4 5، يبقى اقسمها على دول. وضحت؟ ماشي. طيب تعالى نجيب بقى السين شرطة، ازاي هنجيب السين شرطة؟ هنجيب إجابة الكلام ده، 25 على 5 فيها كام؟ 5، يبقى هنا الإجابة هتبقى كام؟ 5. عايزك ماشي. عايزين إيه بعد كده؟ قال لي عايزين س ناقص س شرطة أس 2، يعني آخد الستة ناقص 5 على الآلة الحاسبة الله يبارك لك، عشان أنتوا شطار في الجامعة شطار جدا ما شاء الله عليك. خلاص أراجع الآلة الحاسبة تاني إزاي؟ مود 1. يلا 6 ناقص 5 بتساوي، وهي موجودة أدوس أس 2، فلاقيه كتب كلمة أنسر أس 2، ما كتبش كلمة أنسر أس 2، اعرف إن في مصيبة أنت عاملها. خلاص أنسر أس 2 بكام؟ 1، يبقى أول وحدة طلعت كام؟ 1. خلاص 4 ناقص 5 بسالب 1 أس 2 1. خلاص 5 ناقص 5 بصفر، 3 ناقص 5 ب 2 أس 2 ب 4، 7 ناقص 5 ب 2 أس 2 ب 4. خلاص طيب بعد كده هاخد ده اضربه فين؟ في الكاف، مش الكاف واحد اه، قال لي ان الارقام دي هتتكرر تاني زي ما هي. ايه ده يعني حضرتك تقصد تقول ان العمود ده كمان ملوش اي 60 لازمه؟ اه يعني في 3 عواميد مالهمش لازمه و3 عواميد اساسيه، دول كده مهمين في السؤال السهل. طب في السؤال الصعب الستة مهمين. يلا تعالى نحسب ايه المجموع بتاع س في س شرطه اس 2، س ناقص س شرطه اس 2 في كام؟ نحسب الكلام ده. طيب هروح احسب الكلام ده طلع بكام؟ 10. طيب هو عاوز منك ايه؟ الانحراف المعياري، العلامه دي هي العلامه بتاعت الانحراف المعياري، بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي لمجموع القيم اللي هو طلع كام؟ 10، اللي هو س ناقص س اس 2 في كاف على مجموع الكاف اللي هو كام؟ 5. قال لي يبقى الانحراف المعياري بيساوي جذر 2، اللي هي تقريبا بتساوي كام؟ 1 و4 1 4. بص على الآلة الحاسبة كده تمام؟ كده الحمد لله خلصنا ايه؟ الامتحان بتاعنا. كان مع حضرتك مستر ابراهيم رأفت، ده رقم تليفون الواتس، لو عندك أي سؤال مش شرط إن حضرتك تكون بتاخد معايا درس عشان تسألني. خلاص؟ لا لو عندك أي سؤال ابعت لي على الواتس وأنا هحاول أجاوبه لك في أقرب فيديو. خلاص؟ إحنا كده حلينا محافظة القاهرة، إن شاء الله هننزل المحافظات كلها. التزم وحل
وإن شاء الله هتبقى أسهل مادة وهتجيب الدرجة النهائية. ربنا معاكم ويوفقك.